نهائي أبناء الشهداء، نهائي الأمن بتشريف رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الذي شرف الرياضيين جميعا والفريقين خصوصا بالسلام على سموه. كيف الأمن والأمان، الحزم والعزم، كان هو عنوان الجماهير الحاضرة. صافرة البداية كانت من مرعي العواجي، ومعها يبدأ اللقاء. الأهلي بطل النسخة السابقة يريد الحفاظ على لقبه، والهلال أكثر من حصل على كأس ولي العهد 12 لقبا. ضغط هلالي بشكل قوي بعد 14 تمريرة. صاحب الرقم 15 يركن الكرة 15 في شباك الأهلي معلنا عن أول أهداف الزعيم، ومعها تنطلق الأفراح الزرقاء. الزعيم لم يتوقف عن شن هجماته على القلعة ومحاصرته على المناطق الأهلاوية. الهلال يقترب مرة أخرى، سالم ثم ناصر ونواف، هدف أزرق ثاني. الزعيم لا يرحم الأهلاويين، ولم يكتفي بهدفين فقط، الأحرز الثالث والذي ألغي بداعي التسلل. ذلك القرار لم يحبط الهلاليين الذين لم يتوقفوا عن شن الهجمات حتى نهاية الشوط الأول. هنا حضر رجل الأمن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز إلى ملعب المباراة. صافرة الشوط الثاني كانت من أحد أبناء الشهداء. بدأ الأهلاويين بمحاولات، وبدأوا باستلام زمام المباراة من خلال شن هجماته على الهلاليين، وكأنهم يستدركون أنهم متأخرين بفارق هدفين لأن خالد شراحيلي تصدى لتلك الهجمة. دونس بدأ بسحب أسلحته الهجومية وحصهم في المناطق الخلفية، على عكس جروس الذي بدأ بدفع الفريق إلى الأمام محاولا تعديل النتيجة والعودة للمباراة. قذيفة صاروخية لتيسير الجاسم في شباك شراحيلي، إلا أنها أتت في وقت متأخر. العواجي يطلق صافرة النهاية لتنطلق معها أفراح الزعماء، ليضاف الذهب من جديد في رصيده 57 بطولة وهيمنته على كأس ولي العهد ب13 كأسا. ها هو الزعيم يعود للذهب، بطولات مستمرة لبطولات سابقة حصل عليها، وتمتد البطولات الهلالية حتى يومنا هذا.